ان شاء الله زاد عندها مستقبل كبير برشا. دونك باش ندخلوا توت سويت توت سويت توت سويت مع قرنقص في لي ديفي دو لا في. بغرامي نعيش دي فما حاجه واحده نحب نفهمها يا اخي، كل مره تبدل لي اسم روبريكي. لا روبريكي ايه انت بخاطر ما فهمتيش لي ديفي دو لافي. دونك انت شنو هي بغرامي نعيش؟ بغرامك تعيش نورمالمون هكا في بال. نجم تقول الروبريك نتاعك من غير ملاحظات وتكرار؟ هي ديجا خايب الروبريك وانت خايب ومريولك خايب، تقول كل باب فريجيدير ساعه ولا حيط روضه ولا ما نعرف شنو نقول لك خايب. وانت مين تعرفهم حيط الروضه؟ ظهر فيك كنت معدي برشا وقت في السنيات يا عشيش. كل الروبريك نبدا ولا عاود الجنجل ونجي نروح بيك. عاود لي عاود عاود الجنجل. بغرامي نعيش. اي سيدي يا بن سيدي، اليوم باش نحكي على شاب تونسي حياته الكل تبدلت بغرامه في لعبه. يعيشك يا ديش دخلك يا ديش دخلك مالك خلي يخدم الطفل. هو شد في شعر الطفل هذا اسامه اللومي اللي عرفناه الناس كل باسم بي ان ال، اللي هو كان معناه وقت اللي هو صغير طفل عادي يخدم مع اخوه مرسم. لا علينا في ذكر الوظيفه، كان يخدم مع اخوه وامام تو ياسر مغروم بالجيمينج وبالاخص لعبه فري فاير اللي نعرفوها الناس الكل. غير موسيقى بشوي بشوي طلب من ام واخوه باش شراو له بي سي جيمر هكا باش يلعب به. سومو زوز ملايين ونص هو يظهر غالي هكا، اما من بعد واش فسالك علاش اللي هي حكايه فارغه على شرا له بي سي. وبيسكو كان ياسر هو مغروم بتوسكي لي جو واعد وكل شيء، كان ديما يتفرج على لي جيمر اللي يلعبوا لبرا، يحب حلمه انه يعمل حاجه في اللعبه هذيك. بشوي بشوي يا اخي قال علاش ما نبداش نعمل في كرياسيون دو كونتوني، جونغ انه يلعب وميم طون يسجل اللي قاعد يلعب فيه ويعلق على اللعبه نتاعه ويعاون العباد اللي يلعبوا باش يتحسنوا كل شيء. وبدا يهبط على اليوتيوب لو 19 جوان 2019 اول مره وقتها هبط فيديو على اليوتيوب. بشوي بشوي ولا معناها عنده كل نهارين يهبط فيديو عادي يوري فيه العباد كيفاش يلعب. في وقت قصير بيانال وصل معناها رتبته الخامس عالميا من افضل الستريمرز في العالم. شبنا ما نسمعوش بهم هذوما هذوما في دومينهم خاطر جيمينج، وزيدنا احنا ماناش قاعدين نحلوا، راهو عندنا برشا شبان يعملوا في حاجات نفرحوا كونتي سجيد حاجه انترناسيونال. نحكي على توب 5 ستريمرز في العالم. واو 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 معناها الامريكان الكل ينجم يكونوا يعرفوه اكثر من اللي نحن نعرفوه. فهمتك فهمت. سيد هذا بشوي بشوي ما ايسش توا معناها عنده 7 ملايين سبسكرايبرز يتابعوا فيه على اليوتيوب، معناها 7 ملايين شخص يحلوا فيديوهاته بريسك معناها كل نهار يمشي يتفرجوا فيه، مع انه معناها الرجل هذا تو بفضل جوست غرامه والفيديوهات اللي عم فيهم ويصور معناها مسح كونترا كبير برشا مع ابليكاسيون لداعي في ذكر اسمها، ابليكاسيون تاع ستريم تحل لايفوات وتلعب. اوكي وشرى سياره فاخمه فاخرة فاخمة خايبة فاخمة ولا ما تتقالش أصلا غالطة مش موجودة في القاموس ما تخرج تروح قول مفخمة قول مفخمة. سيد هذا حصيله بدل حياته الكل وبدل حياة عائلته ولا ينجم يسكن وحده ماديا مستقر. يزي تحسب له الراجل ربي معاه ذكي القفاز أما الفلوس ربي معاه وربي بك عليه الستر. ما يجوز حاب نقول العباد معنا شوفوا معنا بغرام معناه متاع صغير على الاخر لازم قلايب عزيمه لازم برشا قلايب هذوما في كل شيء وكونتينيوتي ما تأيسش ما تقولش ما عنديش الحياه ما كذا نجم كمل روبريك فشوش. تفضل 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 والله راه بغرامك تنجم تبدل حياتك وحياة عائلتك ومستقبلك ومستقبل المهم كبش وما تأيسش. وتو نخلي لكم الكلمه شباب علقوا لي على سي بي ان ال صديقي العزيز. بغرامي نعيش. كانت هذه اخر مره قرنقص يعمل فيها الروبريك نتاعو. بسلامه قرنقص. شكرا على الحلقات اللي عملتهم معنا. تنجم تخرج وقت ما تحب وقت ما تحب تقصد ربي. قول المنشط الرئيسي خليني كامل الروبريك نتاعي نعاون فيك. مرسي. انا جو كونفيرم تقول فيه على خاطر يكلموني وليدات صغار دي جون 14 15 سنه و16 سنه في برشا ميساجات ونحاول باش نجاوبهم الكل وديما عندهم كلمه ما عنديش زهر في التمثيل. يقول كان يا ودي راهو 16 سنه مازلت ما حدش بيسيقك في الدنيا. دونك نحي كلمه ما عنديش زهر افونسي اخدموا على رواحكم. وذاك علاش احنا جبنا
هنا الفهري للمجموعة هذية توسكي بوزيتيف كان الفيروس بقدرابي. انا نحب نقول لك ميرسي بوكو قرنقص على الحكايه اللي حكيها لنا خاطر تري امبورطون باش 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 نحكيوا على الشباب الناجح التونسي. ننصح الناس كل اي واحد راهو عنده حلم عنده غرام كما قلت انت ما يقولش ما عنديش الزهره توتي بوسيبل راهو يسفي تمن بروحك وتمن بقدراتك حتى من حد شيء تنجم تخلط كما رينا يعني الحكايه اورديناتور وبدا يعني كيفاش ولا توا الاف وملايين يتبعوا فيه. دونك اذا نحب ننصح الناس كل شدوا صحيح في حلمتكم وما تأيش راهو اللي يوصل ماهوش خير منك انت راك زيدة تنجم توصل. بربي شنو نعقب على حاجه صغرونا على الاخر على ذكر بي ان ال نسيت ما قلتهاش راهو بي ان ال اللي هو اسامه اللومي معناها بدا جوست يلعب في اللعبه ذيك اللي نوصل نوفمبر 2019 البطوله العالميه اللي نظمت فعملوا بطوله عالم للعبه هذه مش مشى شارك ولا مشى ربح لا استدعاوه ضيف شرف في البرازيل نوفمبر 2019 باش العباد ياخذوه قدوه معناها شو وين وصل. برافو 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 برافو. انتم تاو الفيديو هذا تلقاوها بيان سور على اي اف ام تي في بعد كونوا تبعوا الناس القدوه هذوما خذوهم مثال بوغ افونسي في الحياه. شيخ جوجل شنو احوالك؟